السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البداية صلوا على النبي واذكروا الله. يا جماعة راح نحكي بهذا الشرح عن طريقة تسريع الانترنت في الجوالات بشكل عام وفي أنواع هواوي بشكل خاص. الأمر بسيط جدا، راح نطبق بعض الإعدادات البسيطة وراح تكون مفيدة بإذن الله تعالى في حل هذه المشكلة. كل ما عليكم هو متابعة الشرح للنهاية لمعرفة كافة التفاصيل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا من جديد لإكمال الشرح. الآن يا جماعة راح نطبق كذا أعداد راح يكونوا مفيدات بإذن الله لحل هاي المشكلين. طبعا حلول الإنترنت ومشاكل ضعف الإنترنت كبيرة جدا وحلولها كبيرة وكثيرة. راح نطبق نحن بعض الإعدادات البسيطة اللي أي شخص ممكن يقوم فيها، اللي ممكن تكون ضعف تسبب ضعف للإنترنت وممكن تفيدنا. هلا الامر الاول راح اعمله اعاده تشغيل للجوال، راح يفيدني هذا كثير في حال كان عندي معلق الجوال او ممكن له زمان عم يشتغل على الانترنت والجوال تعب وصار بده اعاده ترتيب بيانات، فانا راح اعمله اعاده تشغيل وراح يفيدني هذا الشيء كثير. بعد ما اعمل اعاده تشغيل للجوال اعاده تشغيل، راح اعمل اعاده تشغيل للراوتر الموجود عندي في المنزل. طبعا الراوتر كثير من الاحيان لازم نعمل له اطفاء واعاده تشغيل، بيكون شغال لمدة طويلة جدا ومرتفع حرارته، وبإعادة التشغيل أنا راح أريحه لمدة كذا دقيقة وأعمله إعادة إقلاع راح يفيدني هذا الشيء كمان كثير. الشغلة الثالثة اللي هي وضع الطيران، أنا راح أشغل وضع الطيران وأرجع أطفئه. أنا بهاي الحالة أنا عم ألغي أي إشارات لاسلكية للجوال منها البلوتوث والواي فاي السيم إلى آخره، راح أعمل إلغاء. أنا بمجرد شغلت وضع الطيران راح يلغي أي إشارات لاسلكية للجوال، مجرد اطفأته راح ترجع تجي الاشارات ولكن بشكل مرتب باذن الله تعالى وبشكل افضل. الخطوه الثالثه هي راح افحص التطبيقات الموجوده عندي في الجوال اللي تستخدم الانترنت بشكل كبير واللي لازم وقفها في حال كنت ماني محتاجه او ماني عم اشتغل عليها لهالدرجه. راح توجه للاسلكي، بعدين بيانات الجوال، بعدين راح توجه لترتيب استخدام البيانات. راح يكون عندي خيارين، الخيار الاول هو ترتيب استخدام بيانات الجوال اللي هو بيوضح لي التطبيقات شو عم تستخدم بيانات من الشبكة اللاسلكية الباقة اللي موجودة عندي على السيم، ولكن بترتيب استخدام الشبكة اللاسلكية راح يوضح لي التطبيقات اللي هتستخدم بيانات بشكل كبير من الواي فاي. راح يعرض لي كل التطبيقات وكل وحدة شقد عم تستخدم وتسحب بيانات، فأنا إذا لاحظت عندي تطبيق أنا ماني عم بستخدمه لهالدرجة وعم بسحب بيانات بشكل كبير، فالأفضل إني أروح أعمل له إيقاف إجباري عن طريق الذهاب إلى التطبيقات ثم إيجاد التطبيق أيا كان التطبيق، مثلا فيسبوك راح أعمله فرض إيقاف تشغيل. في حال كان لدي تطبيق أنا لا أدري أنه موجود فيه الهاتف ويستخدم تطبيقات إنترنت بشكل كبير، فالأفضل أني أعمله حذف. أي أحد الطرق المتبعة لفحص إذا كان يوجد تطبيقات في الهاتف للتجسس، أحد زرع تطبيق للتجسس في هاتفك، فهي أحد الطريقات. في حال كان يوجد لديك تطبيق استخدم البيانات بشكل كبير فالأفضل أنك تقوم بمسحه، في حال كنت تريد استخدامه عمله إيقاف فرض إيقاف أو إيقاف إجباري. الخطوة قبل الأخيرة اللي هي النسخة الاحتياطية اللي بيستخدمه عند المتصفح في الجوال، مثلا كروم إلى آخره، المتصفحات اللي بتستخدمها في الجوال فهي غالبا أو كلها بتعمل نسخ احتياطي للمواقع اللي بتدخل عليها. فأنا مجرد أدخل لموقع أول مرة عن طريق متصفح راح يعمل نسخ احتياطي، راح تشوف انه الموقع راح يتاخر بالتحميل، فانا راح اخرج وارجع ادخل مره ثانيه راح اشوف انه زادت سرعه الدخول للموقع، لانه المتصفح عمل نسخ احتياطي لبيانات الموقع وخزنها عندك راح يعطيك اياها مجرد دخلت. وهذا كثير مهم انه اعمل له مثلا اعمل مسح بيانات للمتصفح عندي الموجود كمان عن طريق التطبيقات، وبتوجه للمتصفح اللي عندي الموجود في الجوال مثلا كروم، راح اتوجه الى استخدام البيانات او عفوا التخزين، بعدين اداره المساحه وراح اعمل له عن طريق هنا مسح جميع البيانات منه، راح وفر مساحه وراح وفر بيانات واستخدام بيانات وراح اسرع الانترنت بهذه الطريقه بحيث ما يكون الانترنت عم يروح لجهه جانبيه انا ما بدي اياه يروح فيها. الطريقه الاخيره والمهمه باذن الله تعالى اللي هي اعاده ضبط، راح توجه للنظام اعاده ضبط، راح اعمل اعاده ضبط اعدادات الشبكه. طبعا هاي الطريقه ما تخافوا ما راح تعمل اعاده ضبط مصنعتي لكل الجوال، انا
راح اعمل اعادة ضبط مصنع لاعدادات الشبكة اللي هي شبكة اللاسلكية الواي فاي وبيانات الجوال والبلوتوث. في هاي الطريقة انا راح اعمل اعادة ترتيب لاعدادات الشبكة بشكل كامل، وممكن كتير يكون انا غير شيء بالاعدادات، شيء مضر بالاعدادات راح اعمله اعادة ترتيب، راح اعمل اعادة ترتيب لكل بيانات عنده الواي فاي، وراح تتحسن الجودة باذن الله تعالى. بهاي الطرق البسيطة بإذن الله راح تفيدكم في حل المشكلات المتعلقة في ضعف الإنترنت غالبا، ولكن أحيانا يكون المشكلة ليست من الجوال وليس من الراوتر، ممكن من الشركة المزودة، ممكن الشركة ممكن مشكلة تحتاج إلى صيانة، ولكن غالبا تفيد هذه الطرق البسيطة بإذن الله تعالى. بتمنى تفيدكم هاي المعلومات وهذا الشرح، ودمتم سالمين.